Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismil Kamil Hanifa Al-Bari. Tunadunani Hanifa. Sa'uqadimu fi hadal video qasatan qasiratan. Hadihi al-qasatan lati hasilat alaiha minal internet. Ida kunta darabamu fi qiraatin nasi yumkinuka tahakuku minal wasi adnahum. Ha haya qasatu. أتمنى لك مشاهدة سعيدة. الشر بالشر. كان ولد فقير جالسا في الطريق يأكل خبزا، فرأى كلبا نائما على بعيد، فناداه ومد له يده بقطعة من الخبز، حتى ظن الكلب أنه سيعطيه، فقرب منه ليتناول الخبز، فضربه الصبي بالعصا على رأسه، فقر الكلب وهو يعوي من شدة الألم. وفي ذلك الوقت كان رجلا يغتال من شبكتي، ورأى ما فعل الصبي فنزل إلى الباب ومعه عصا خبأها ورأه، ونادى الصبي وأبرز له قريش، فأسرع الصبي ومد يده ليأخذ القرش، فضربه الرجل بالعصا على أصابعه ضربة خعلته يصرخ أكثر من الكلب، ثم قال للرجل: لم تضربني وأنا لم أطلب شيئا. فأجابه الرجل: ولم تضرب الكلب وهو لم يطلب منك شيئا، فجزاء سيئة سيئة مثلها. قال الله سبحانه وتعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إنه لا يحب الظالمين. الحمد لله رب العالمين. أمل أن يكون هذا الفيديو مفيدا لكم جميعا الذين شاهدوا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.